وأسعد باستضافة ضيوفي الكرام الشيخ عبد النشد أستاذ التعليم القرآني بمسجد الأمة ببلوغين. صباحكم سعيد وصحة رمضانكم. ومعك طالب بالمدرسة القرآنية عبد الغني في الطاقة، وأيضا طالب بالمدرسة القرآنية بمسجد الأمة ببلوغين، أهلا بكم. إذا سنتحدث عن دور المدارس القرآنية في تربية النشأ على تعليم ديننا الحنيف. أنتم ربما على مدار السنة تقومون بتدريس الطلاب، لكن لو تضعنا في صورة التدريس في شهر رمضان، خصوصا في فترة شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة في قناتنا النهار، تمنى لها التوفيق والسداد. أدام الله تعالى نهارها، أدام الله إن شاء الله نهارها. إن سألتني عن القرآن الكريم فقد سألتني عن شيء عظيم جدا، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، وهو شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى ما عظم رمضان إلا أنه أنزل القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، نعم، ليكون هدى للناس. وكذلك إقبال، كما سبقت وأن سألتني أن الإقبال على القرآن في رمضان خاصة عند الجزائريين لا نظير له، وإنما هو إقبال منقطع النظير، لا نراه في ربما في السنوات أو في الأشهر اللي هي غير رمضان، ولكن تعود الجزائريون أنهم في رمضان يقبلون على القرآن أكثر مما يقبلون عليه في الإفطار. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الأمة ما زالت بخير، هي متمسكة بالقرآن الكريم. ما الفئات، عفوا أستاذ عبد النور، فيما يخص الفئات التي تتوجه للمدارس القرآنية في شهر رمضان؟ نعم، بالنسبة للمدارس القرآنية تختلف من مدرسة إلى مدرسة. كما احنا عندنا في مسجد الأمة عندنا الصف الابتدائي وعندنا الصف التكميلي. الصف الابتدائي هو بالنسبة للطلبة صغار اللي مازال ما دخلوش المدارس العامة، يكون العمر تاعهم حوالي 4 سنوات 5 سنوات، يقرأوا في المدارس اللي هي على شكل المدرسة العامة بالطاولات إلى غير ذلك. وعندنا الصف كذلك التكميلي، هذا الصف التكميلي هو اللي به نجحت المدرسة، مدرسة مسجد الأمة، مؤسسها الشيخ ابن يوسف قادر رحمة الله تعالى عليه، وهو من تلاميذ الشيخ أحمد سحنون والشيخ كذلك عبد الرحمن الجلالي رحمة الله تعالى عليهم، هو الذي أسس هذه المدرسة ونجح كما نجحنا نحن، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضله اللي رشدنا باش نعلموا القرآن الكريم. قلت لك معناها نجحنا بهذا الصف التكميلي، الطلبة يجيو معناها بعد ما يتسرحوا من المدارس العامة يجيو يقرأوا في المسجد بصفة منتظمة، اللي عندهم 10 سنوات، حنا نقبلوا من 10 سنوات للفوق، 10 سنوات 14 سنة، مع في الصف التكميلي ما كانش سن محدد. والدليل على أن المرأة اللي ختمت القرآن الكريم كان في عمرها عندنا في المسجد كان في عمرها 52 سنة، الله يبارك، والتي تبعتها كذلك كانت في عمرها 62 سنة، الأخت الأم آسيا هكذا، وكذلك الأخت الأم بوشامة ختموها وهم كبار. فهذا الصف التكميلي هذايا عنده نتيجة جيدة، لأن الطلبة يكونوا شوية كبار، وزيادة ذلك لما يجوا مثلا من المدرسة يكون عندهم مستوى في التعليم. وحتى احنا كي نبداوهم نبداوهم مثلا طالب اللي يجي مثلا وفي عمره ربما يقرأ في المتوسطة ولا في الثانوية، نبداوهم من سورة البقرة لأنه هو مقتدر على الحفظ من سورة البقرة، بخلاف الصغار اللي يكونوا مثلا 8 سنوات ولا، نبداو بالصور الصغار. نعم، الصور الصغار. وخير مثال على ذلك الطالب عبد الغني في الطاقة، الله يبارك ما شاء الله. عبد الغني، لو تحكي لنا ربما من اي سنه بديت تقرا في المدرسه القرانيه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله.
بديت حفظ القرآن في مسجد الأمة عند الشيخ عبد النور شكر سنة 2008. سنة 2008 ودامت المدة تاع باش ختمت القرآن ديالي عامين ونص. الله يبارك. يبارك فيك الله يسلمك. راك خاتم القرآن احكي لنا ربما طريقة تعاملكم مع الأساتذة في المدرسة القرآنية. دروس كيفاش تلقاوهم، تعليم نصائح في حفظ القرآن. يعني يقول لك الواحد ما كاش طريقة أحسن من اللي قاموا بها المعلمين تاعنا معنا الحمد لله. سمعت بارك الله فيكم الشيخ. بارك فيكم. تما شغل قاموا معنا بواحد الطريقة يخليك في راحتك تحفظ براحة. وقت ما حبيت تحفظ جيت عند الشيخ تاعك، عندك القراية ديالك، تبع التعليم تاعك في المسجد، عندك حفظ تاعك كل يوم تجي تحفظ، وعندنا طريقة كنا نتبعوها على مدار العام. والطريقة هي كيفاش؟ الطريقة هي عندك حوالي ثمن في النهار، ما كاش أقل من ثمن حفظ، إلا قدرت تزيد أكثر من ثمن اللهم بارك، وإلا ما قدرتش هذاك هو المعدل تاع في اليوم مثلا، تسمى عندك حفظ حزب في 8 أيام، ومن بعد عندك مراجعة تاع الحزب، وتروح الحزب اللي وراه، تختم 15 حزب، عندك دورتين تاع المراجعة، تختم 30 حزب، عندك دورتين تاع المراجعة، 45 حزب، دورة تاع المراجعة، 60 حزب. قاعد مراجعة مدى الحياة. نعم عبد الغني، بما أنك خاتم القرآن الكريم الله يبارك ما شاء الله، هل تساعدوا الأساتذة ديالكم في المدرسة القرآنية؟ لحد الآن بالك مازال ما لحقنا لهذه المرحلة، باسكو مازلنا خدمة بزاف ما شاء الله باش نلحقوا المشايخ ديالنا. تما دوك الواحد الإنسان دوك حنا كما نقول لك أنا في البداية، أنا مازلنا نتعلموا، أنا نزيدوا نتحسنوا كل عام الخير الحمد لله. ما زال إن شاء الله نزيدوا نتعلموا خير وش نخلفوا مشايخ تاعنا إن شاء الله. إن شاء الله. والنشاطات اللي راهم يقوموا بها الطلبة عندكم اللي يكونوا ختموا القرآن أستاذ عبد النور. نعم. وعلى كل حال من تواضعه لم يذكر أنه وراه إمام يؤم الناس بصلاة التراويح. ولقد حبته هو يقولها. نعم هذا ربما من تواضعه. معليش الأستاذ تاعك يشكرك. نعم. عبد الغني فداك على كل حال هو وراه من أحسن تلامذتنا. والكثيرون أمثاله كذلك في المدرسة تاعنا، راهو دوكا راهو يصلي بهم التراويح في المسجد الكبير تاع العاصمة، هذا هو العام الرابع على التوالي. الله يبارك. فلحسن صوته وحسن أدائه طلبوه لهذا العام الرابع، وكاين كذلك طلبة أخرى راهم متوزعين على المساجد. هذا هو النشاط. على كل حال حنايا الطلبة تاعنا احنا من الهدف تاعنا ماهوش معناها يحفظ ثم ذلك يذهب، وإنما يحفظ باش يؤدي الدور في المجتمع. أكيد. إذا كان الإنسان ما كانش كالماء أينما يصب ينفع فكما قلوا ما كله، وإنما الحمد لله هذه المواهب معناها تكتشف، فلما احنا نكتشف هذه المواهب أننا معناها نحاول أنهم نوجهوهم وكذلك نرشدهم. فالمثال كذلك معناها كاين هذا الطالب عبد الغني، وكاين كذلك طالب راهم في باب الودع حوالي راهو في العام السادس وهم يصليوا بهم التراويح، كاين في مسجد كذلك في لابوانت، معناها طلبة راهم الحمد لله كالنحل معناها يجنون العسل لهذه الأمة والحمد لله. ذكرت انه يؤم بالناس يصلي بهم صلاة التراويح. عبد الغني شحال في عمرك؟ 23 سنة. الله يبارك. ربما يعد أصغر إمام. نعم. عندكم في المدرسة. نعم. كاين من كان من هو على كل. نعم. في الجزائر وكاين في المسجد تاعنا صغار. نعم. نعم. كاين أصغر. نعم. ذكر الأستاذ ديالك بأن عندك صوت الله يبارك عظيم ما شاء الله، لو تقرأ لنا بعض من آيات القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، فعلا صوت ما شاء الله. نعم ما شاء الله. يا سعد لي ربي يصلوا معك. الحمد لله ما شاء الله. الله يخليك. الله يبارك وبالتوفيق ان شاء الله عبد الغني. الله يبارك الله فيك. وطموحكم ربما لتطوير مسجد الأمة، المدرسة القرآنية بمسجد الأمة. طموح هو دوك حنايا نكملوا في هذه الطريقة إن شاء الله، نزيدوا نتعلموا أكثر، وإن شاء الله تمشي نقول لك ندعو لجميع الشباب اللي قدي اللي صغار عليا يلتحقوا بالمسجد الثاني باسكو نعمة كبيرة. نعمة ومي حس بهذه النعمة غير اللي يكون فيها. أكيد أكيد. أستاذ عبد النور فيما يخص ربما طموحكم أنتم في المدارس القرآنية، تطوير المدارس القرآنية وتفعيل دورها في المجتمع، خصوصا أنه لاحظنا أنه في المجتمع تفشي لآفات مؤسفة يعني. نعم. على كل حال الإنسان الذي يريد أن معناها يسلك وينجو من هذه الآفات فإنه يفر إلى الله وإلى بيوته ففيه الحصانة. وتطوير على كل حال المدارس القرآنية بالشكل اللي يرى الله الآن نقدر نقول بأنه تطور نوعا ما بالنسبة معناها للمراحل اللي كان فيها التعليم معناها منذ سنوات الماضية، حيث ربما كانت بعض المدارس القرآنية ربما تقرب هذه الطريقة معناها القديمة طريقة اللوحة، ثم ذلك طالب مثلا هذه اللوحة تاعو معناها لابد أنه يحافظ عليها لأنه هو المصحف تاعو بالنسبة لتلك الفترة في الحفظ. ولكن حنا في مسجد الأمة عندنا الطريقة بالنسبة للطلبة عن طريق المصحف، وهذه الحفظ بطريقة المصحف هي طريقة سريعة، وحنا استبدلناها أعوذ بالله من كلمة نحن، وإنما معنى الإنسان عندما يتكلم لابد أنه يتواضع. نعم. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ بن يوسف ابتكرنا طريقة الكتابة عن طريق الورقة وكذلك الكراس اللي هو في عوط في معناها بدل الكتابة على اللوحة اللي تستغرق وقت كثير. نعم. والإنسان معناها لما يكتب في اللوحة ما عندوش متسع باش يكتب مثلا ربما نصف حزب أو يكتب مثلا نصف، فالطريقة تاع الكتابة في الكراس معناها طريقة واسعة يقدر الطالب هذه هي الطريقة ربما المبتكرة في تحفيظ القرآن الكريم. نعم. والطالب مثلا كما أسلف وأن ذكر التلميذ معناها الطالب اللي يجي نعطي له قسط من الآيات القرآنية على حسب حنا نشوف التلميذ على حسب المقدور تاعو على حسب القريحة تاعو كيفاش يحفظ. إذا صبناه بأنه تلميذ يستوعب معناها القراءة وصيبه سلس في نطقه نقدر نعطي له حتى ثمن. صح. لما نشوفه بأنه ربما شوية ثقيل في القراءة نعطي له نص ثمن حتى يتدرب، فلما يختم حزب نزيد له مثلا الكمية أكثر أو المقدار تاع الآيات أكثر. والطريقة على كل حال راهي في تطور دائم، وحتى نفس الشيء كذلك بالنسبة للمدرسة القرآنية تاعنا عندنا كذلك صف طالبات هو ناجح كذلك بمعناها بشكل كبير، كاين ربما لحد الآن كذا أكثر من 150 طالبة اللي حفظت 60 حزب. الله يبارك. الحمد لله مدرسة الأمة مسجد الأمة بولوغين راهي معروفة بالتخريج تاعها، وربما الأجيال اللي يجيو مثلا ربما ورانا راح يبتكروا ربما طريقة الحفظ اللي ربما هي أسهل وألين لحفظ القرآن الكريم. والشيء اللي حبيت نقوله كذلك بأن
بأن الحمد لله البلد تاعنا نسأل الله تعالى أن يحفظه بخير، وإن شاء الله ربي يحفظ جميع القائمين على هذا البلد إن شاء الله. وهذه وكذلك إن معناها إن دل شيء على أن البلاد راهي بخير وكذلك الناس يهتموا بالقرآن هي هذه القناة اللي عرضتنا، معناها باش معناها تخدم بشيء ولو بسيط كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على اهتمامكم بالقرآن الكريم وبحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك استاذ عبد النور شتور، استاذ التعليم القراني شقور عفوا استاذ عبد النور شقور، استاذ التعليم القراني بمسجد الامه ببولوغين، والطالب ما شاء الله عبد الغاني على فتاقة طالب بالمدرسه القرانيه بمسجد الامه ببولوغين. شكرا جزيلا لكم ووفقكم الله ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. الى موضوع وفيك خير ان شاء الله.